زي ما شفنا في التقرير، هل كوني غامضة تصبحين جذابة؟ جملة لفتت انتباهنا في عنوان مقال قريته وخلت أفكار وأسئلة كتير تدور في دماغي تستحق أننا نطرحها للنقاش. ليه رجالة بتشوف الست الغمضة ليها سحر خاص وبتنجذب ليها أكتر من السرسارة اللي بتتكلم عمالها على بطال والصوت العالي؟ هل الانجذاب بيكون من باب الفضول ولا بيبقى تعلق حقيقي؟ وماذا لو تم فك شفرة الغموض؟ الانبهار بيروح ولا الحب بيستمر؟ كوني غامضة صامتة أغلب الوقت تكوني جذابة، ولا في ست بتقدر تبقى غامضة مع جوزها مدى الحياة؟ هل في ست ممكن تعمل كده؟ محتاجة ذكاء ومقدرة ومهارات خاصة جدا. هل في ولا ما فيش؟ أسئلة كتير هنطرحها النهاردة على ضيوفنا. وطبعا احنا عندنا ضيوف هم في نادي الستات، هم ناس من يعني جزء من البرنامج، زميلنا الأستاذ أحمد عبدون، أهلا بيك. أتشرف. ومن الناس اللي برضو هم جزء مننا أستاذة ريهام، الكاتبة ريهام نصير، وطبعا زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع، ومنورنا أستاذ طارق علي القويعي رجل أعمال. أهلا بحضرتك. يا أستاذ أحمد، كوني غامضة تزدادين جاذبية، يعني الغموض سر من الأسرار المهمة لجاذبية المرأة؟ طبعا ده حقيقي، يعني لازم ما اعرفش الكتالوج، يعني لما الراجل بيعرف كتالوج الست بتبقى مشكله. في فرق ما بين علاقه الراجل والست وما بين الام والابن، يعني الام والاب الطبيعي يعرفوا ولادهم باللي هم اللي جايبينهم، فعارفين الكتالوج، فدايما الام تقول لابنها ايه او الاب يقول لبنته ده اللي جايبك، انا عارف ازاي رد فعلك. انما لو الراجل عارف كتالوج الست ويبقى متوقع رد فعلها طول الوقت وضمن خلاص ردود افعالها، تبقى مشكله، تبقى ماساه، يبقى عامل انجذاب انتهت. لازم افضل طول الوقت الراجل بيبحث عن الكتالوج النهارده لا محتار، هو مش عارف رد فعلها هيبقى هو ده طبيعي. يعني احنا كبشر حتى بننام ناخد قرار، نقوم الصبح نغير قرار، بيبقى في دماغي مثلا هلبس كذا، باجي تاني يوم بغير كذا. فكوني اوصل لمرحله ان الشخصيه اللي قدامي تبقى حافظها وحافظ ردود افعالها، بالنسبه لي خلاص ما انا فهمتها، ما انا عرفت اخرها ايه، هتعمل ايه بقى؟ رد فعلها هيكون كده، هيكون نوع بقى من الملل، نوع من عدم الانجذاب، نوع من البحث عن امراه اخرى في كتالوج اخر. يعني انت مع ان الست طيب تخبي عليك اسرارها؟ تبقى غامضه؟ لا، ما يعني في اسرار، يعني انا مع دايما ان كل راجل وست عندهم جزء خاص بيهم. في جزء لازم يعني اعرفه، وفي جزء يخصها هي بصحاباتها، باسرارها، بتوقعاتها، بمشاكلها ومشاكل اللي معاها انا ما اعرفهاش، من حقها تخبيها. طيب احنا